من مزامير معلمنا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. لا تذكر أسامنا الأولى، فلتسبق وتدركنا رافاتك سريعا، لأننا قد افتقرنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم. ثم قال: كان لرجل ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبتي أعطني نصيبي من المال. فقسم بينهما العيش، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بدد ماله عائشا في خلاعة. فلما أنفق كل شيء حدثت مجاعة عظيمة في تلك الكورة، وبدا هو أيضا يحتاج، فمضى والتصق بواحد من تلك الكورة، فأرسله إلى الحقل ليرى خنازيره، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يكن أحد يعطيه. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنهما الخبز، وأنا أهلك هاهنا جوعا. أقوم فأمضي إلى أبي وأقول له: يا أبتي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست بمستحق بعد أن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أبرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لا يزال بعيدا رآه أبوه،
فتحنن عليه وأسرع ووقع على عنقه وقبله فرحا. فقال له ابنه: يا أبتي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست بمستحق بعد أن أدعى لك ابنا. فقال أبوه لعبيده: أسرعوا واخرجوا الحلة الأولى والبسوه واعطوه خاتما في يده وحذاء لرجليه، وقدموا العجل المعلوف واذبحوه، فناكلا ونفرحا لأن ابني هذا كان ميتا فعاشا وضالا فوجدناه فطافقوا. يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل وفيما هو آت قرب من البيت، فسمع أصوات غناء ورقصا، فدعا أحد الغلمان وسأله: ما هذا؟ فقال له: إن أخاك قد جاء فذبح أبوك له العجل المعلوف لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخلا، فخرج أبوه وكان يتوسل إليه، فأجاب وقال لأبي: ها كم من سنين وأنا عبد لك، وما تجاوزت وصية لك قط، وجديا لم تعطني قط لأتنعم مع أصدقائي. ولما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزنا، ذبحت له العجل المعلوف. فقال له: يا ابني، أنت معي في كل حين، وكل ما هو لي فهو لك، وكان ينبغي أن نفرح ونصار لأن أخاك هذا كان ميتا فعاشا وكان ضالا فوجدناه. Amen.
آن ماری ایسی این جیتے تريا تجي كبول تنقوش تموس تنجي